هلا اريجع علم الفلك هو المحطة اللي رح نتجول فيها بمحطاتنا التالية، لكن هالمرة ما رح نبعد صوب الكواكب او الاجرام السماوية او القمر او الشمس او نجومه، رح نبقى بكوكب الارض ونتعرف على اهم خصائص هالكوكب، شو هي المزايا اللي مكنتنا من انه نعيش فيه. هالاسئلة وغيرها رح يعطينا الاجابة عليها الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية السورية الفلكية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الورد زينب، صباح الخير أريجي، اهلا زي وسهلا صباحكم فيك. صباح جميع المشاهدين. اهلا وسهلا صباحك دكتور. صباح الخير. دكتور اليوم مثل ما حكينا بالمقدمة رح نحكي عن كوكب الأرض، وبدنا صحيح. لمحة تعريفية من حضرتك عن هالكوكب. كوكب الأرض يعني كأحلى تعريف له وتوصيف له هو بقعة زرقاء، علما أنه حديثا اكتشف أنه مو بزرقاء بشكل كامل لأنه فيها خضار وفيها لون بني، لكن هو البقعة الزرقاء الصغيرة في الكون. هذا الكوكب حتى الآن الوحيد الذي تتوفر فيه كل مقومات الحياة الجميلة، من الخضار، من الماء، من الغلاف الجوي، من إلى آخره. فإذا قائمة تطول من المقومات التي جعلت من هذا الكوكب هو كوكب الحياة. الأرض للأسف الشديد حاليا هو المعروف والتجربة الوحيدة التي استقبلت الحياة. الكوكب الجميل الأزرق فيما مضى كان يظن العلماء أنه كان مسطح، نعم. مع مضي الأيام، وأنتم اليوم ذكرتوا بذاكرة الأيام وبحدث مثل هذا اليوم خبر كثير مهم اللي هو ما قامت به رانجر 7 من سطح القمر بتصويرها للأرض. كانت هذه الصورة بأهميتها الكبيرة، مو بس هي صورة للأرض، هي صورة تثبت كروية الأرض، هي صورة كانت من سطح القمر يعني من جرم آخر للأرض. الأرض. أول صورة عام 1964 التقطت من مكان آخر للأرض. هذه الصورة كانت تمهيد لهبوط أبولو، كمان على فكرة نحن عم نعيش هلأ ذكرى مرور 48 عام على هبوط أبولو 11 على سطح القمر، اللي حدث ب 20 تموز عام 1969. أول رائدي فضاء نيل أرمسترونغ وألدرون ألدرين وضعوا أقدامهم على سطح القمر، وضعوا أقدامهم على سطح القمر ليشوفوا الأرض، ليتعرفوا على كوكب الأرض، ليعرفوا شو خصائص هذا الكوكب اللي جعلت فيه حياة. لو كان في إمكانية للحياة في غير كوكب الأرض كانوا عاشوا على القمر، وبقيوا على القمر وتركوا الأرض، لكن رجعوا على الأرض. طيب، إذا بدنا نسأل حالنا السؤال، شو هي المقومات يلي بتخلي الأرض الكوكب الصالح للحياة؟ أول شيء بتبادر لذهننا الماء. على فكرة الماء شرط لازم وغير كافي، أنا ما بكفيني مي، ما فينا نعيش على المي على الحل. بدنا أكل، بدنا مقومات، وبدنا ما يعرف باسم حركة الماء، تبخر الماء، وجود الغيوم، هطول الأمطار. يعني زينب وأريج لازم يكون الضياع بالماء على الأرض نسبة صفر. تخيلوا قديش المعلومة دقيقة جدا ومهمة جدا، أنه ما لازم يكون عندي ضياع للماء. الماء اللي تشربه الأرض، الماء اللي نحن مثلا نتعرقه بالشوب، الماء اللي مثلا نشربه، كله متساوي، ما لازم يضيع شيء. لأنه تخيلوا معي إذا ضاع كل يوم مثلا لتر ماء بالكرة الأرضية كلها، مليون سنة مليون لتر ماء خلصت مية الأرض. فإذا لازم تكون كمية الأرض من الماء محفوظة. يمكن اللي ساعد الأرض مو بس وجود الماء، وجود الغلاف الجوي. أيضا الغلاف الجوي هو شرط لازم للحياة، الأكسجين. نحن كإنسان عنا جهاز استقبال، عنا خلايا، عنا جهاز تنفس يتأقلم مع ما هو موجود عنا على الأرض. فإذا عنا الماء، عنا الغلاف الجوي، ما بعرف إذا عم نشوف نقدر نشوف صورهم، فعم نلاحظ إنه في عنا عدة مقومات للحياة. الماء، غلاف جوي ممتاز، بعد مناسب عن الشمس. نحن شوي هلأ الحرارة عم ترتفع، عم نقول انطبخنا وانسلقنا ورح ننشوي. فلو كنا عايشين على عطارد أو الزهرة ما كان في حياة من الحرارة العالية. لو كنا عايشين على المريخ ما كان في حياة من الحرارة الباردة. يعني هي من أهم المقومات بالضبط. يعني بتميز فيها كوكب الأرض. تماماً. إذن وجود البعد المناسب عن الشمس أيضاً من هي ميزة. الشروط تماماً لازمة والمهمة لحتى تنشأ حياة. طيب شو عنا كمان؟ عنا كمان وجود تابع وفي للأرض. الأرض بدون تابعها الوفي لا حياة على سطحها. مين هو التابع الوفي؟ القمر. القمر اللي بيدور حول الأرض، دورانه حول الأرض بيحمي الأرض من اصطدامات نيزكية، بيحمي الأرض من أخطار الأجرام السماوية. وعلى فكرة الشيء بالشيء يذكر، نحن على أبواب حدث فلكي مهم بدأ وزرته 11-12 آب. دعوة إلكم للمشاهدين اللي هو الهطل الشهابي، هو احتكاك الأرض ببقايا مذنب. بقايا المذنب رح تولد ألعاب نارية جميلة جدا ليلة 11 الجمعة، ليلة السبت 12 آب. هاي اللي قلنا تمنوا فيها كل تماماً. خير تماما. شغلة جميلة جدا، هاي الليلة من العمر يعني احنا مستناها من السنة للسنة. تخيلوا هاي بقايا مذنب، لو كان لا سمح الله المذنب نفسه موجود بدال بقايا، كانت الأرض ومن عليها هباء منثورة، ما في حياة على الأرض.
طب دكتور خلينا نحكي عن كمان، ما في حدا منا لا بيفكر انه مثلا احنا عايشين بهذا النصف، شو النصف الثاني، شو علاقة مثلا الارض بالكواكب الثانية؟ نحن بما انه نتعرف بشكل نظري بس ما كتير بنفكر يعني بالشيء العلمي. كثير حلو. اول شيء نحن الكره الارضيه هي ككره فيها نصفين، نصف كره شمالي ونصف كره جنوبي. كثير احيانا بيسالونا اسئله بسيطه، مثلا اللي بنصف الكره الجنوبي ليش ما بيوعوا؟ ما الارض هيك قاعدين تحت ليش ما بيوعوا؟ هذا التخيل، هذا التصور، على فكره اخذنا العلماء مئات السنين لقدروا يجاوبوا عليها، لفهموا اليه الجاذبيه وانه ما في فوق وتحت بالفضاء، في شيء متناسب. فاذا يلي نحن بالشمال بنطلع على السماء لفوق، واللي بالجنوب بيطلعوا على السماء يلي فوق. الخلاف الوحيد بين الشمال والجنوب هو بدرجه الحراره، عندهم ابراد وبالصيف اكثر حراره، والنجوم، النجوم اللي بتظهر عنا تختلف عن النجوم اللي بتظهر بنصف الكره الجنوبي. اما اذا اخذنا علاقه الارض بباقي الكواكب، وهي ايضا انت حطيتي ايدك زينب على نقطه حساسه جدا جدا، ان الحياه على الارض ايضا ترتبط بباقي الكواكب. ما في استقلاليه بين الارض وباقي الكواكب، في تاثير متبادل هائل. عطارد، زهره، الارض، المريخ، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. هالسلسله هي سلسله، اذا قطعنا اي كوكب وكبيناه رميناه برا انهارت هالسلسله. فاذا الارض تعتمد على عملاق الكواكب اللي هو المشتري اللي بيعمل توازن، هذا التوازن بيحمي الارض. تخيلوا اذا سالنا السؤال التالي، من اين اصل الماء على الارض؟ اصل الماء على الارض اتى من المذنبات. هالمذنبات هي الراعي الرسمي، الناقل الرسمي للماء في الكون. فيما مضى ضربت المذنبات بالارض، شكلت هالمياه. طيب ليش توقفت ضرب المذنبات على الارض؟ لانه اجانا كوكب عملاق اسمه المشتري، وقف كحدود، كحاجز يمنع مرور المذنبات من خارج مجموعتنا الشمسيه الى داخل مجموعتنا الشمسيه، او من حدود مجموعتنا الشمسيه وهذا الادق الى الارض. هذا الكوكب العملاق حمل الارض وحمل حياه على الارض. اذا رحنا لبحث زحل يلي هلا حاليا حوله تابع اسمه تيتان، تيتان عم يقدم ماده دسمه للعلماء، هذا التابع يشابه الارض لما ولدت. انا كيف بعرف تفاصيل الارض وكيف تشكل الغلاف الجوي والماء وهو الى اخره؟ عم راقب تيتان. انا لما راقب هالتابع الصغير اللي اسمه تيتان عم شوف ماضي الارض. شوفوا احلى علوم الفضاء والفلك، يعني كل شيء له تجربه. انا هلا حاليا بعرف، مو انا يعني كعلم علوم فضاء وفلك، بنعرف شو عم يصير بالارض من خلال مراقبه تابع اسمه تيتان. انا عرفت كيف ولدت الشمس من خلال مراقبه النجوم اللي عم تولد. بعرف كيف بدها تموت الشمس لما شوف النجوم يلي ماتت. فاذا كلها هي تجارب، الكون غني جدا بهالامور يلي بتعمل تجارب وبتعملنا تربه خصبه للخيال. يعني يمكن الاشخاص العاديين يلي ما كثير متعمقين بعلم الفلك يمكن نعتقد انه الارض لها علاقه قويه بالشمس وبالقمر، يعني ما بنعرف انه هي في لها تاثير وبتتاثر ايضا بالكواكب الاخرى. يعني اليوم مدى هالتاثير قديش مهم للارض من بعد هذا الشرح اللي اعطيتنا اياه عن كل كوكب؟ بالضبط الشمس والقمر، مزبوط. نحن لانه الهجرمين هن الاكثر تاثيرا بحياتنا بنشعر فيهم، الشمس كحراره، مناخ كحياه، والقمر كتابع وفي. لكن بالفعل مثل ما ذكرتي اريج، التوابع الثانيه لها دور كثير كبير. يعني اذا حكينا نحن عم ندور هلا حاليا على كوكب اخر بكون اخر او بكوننا بمجموعه نجميه اخرى، لازم تتوفر كل هالشروط، منها وجود اشقاء للكوكب مثل اشقائنا الكواكب المجموعه الشمسيه تؤمن استمرارية الحياة على الكوكب. يعني نحن أحلى لقب لحتى نعطي أهمية الكواكب وتأثيرها على الأرض نحن بنقول عليهم أشقاء. كيف أشقائنا نحن بيساعدونا، بيحمونا، بيحبونا، بيقدموا لنا الرعاية؟ للأرض أشقاء تقدم للأرض الرعاية، تحمي الحياة على الأرض، تؤمن توافر جميع التفاصيل لحتى تكون اللوحة الفسيفسائية على الأرض كاملة. وللأسف الشديد يا عريج، ولو طلعت شوي على الموضوع بيجيكي كائن حي على هالأرض اسمه الإنسان، معظمه للأسف يخرب في الحياة على الأرض. للأسف الشديد، يعني كل مقومات الحياة موجودة لكن يأتي الإنسان ليخرب في هذه السلسلة، سواء بالتلاعب بالمناخ وهلا عم ناخذ تأثيره بالحرارة العالية بالعالم والاحتباس الحراري، سواء بالتلاعب بالمياه وكمية المياه وتوزعها، سواء حتى التعامل مع الأرض وثروات الأرض وما تملكه الأرض من مقومات، كل هذا عم يخلي الأرض تنهار شوي شوي. يعني في صورتين مروا معنا، هالصورتين للأرض. أول صورة كانت موجودة للأرض من رينجر 7، عرضت هي صورة الأرض الفتية الجميلة، وانعرضت صورة أخرى للأرض حديثة جدا عام 2017 وهي سوداء. هذا نسبة التلوث اللي بنحكي عنه، الأرض أصبح في عليها غمامة سوداء من التلوث. التلوث هذا إذا استمر
لن يكون هناك حياة على الأرض. يعني المفارقة أريج وزينب أن العلماء اليوم حطوا كعلميا كدراسة علمية أنه إذا استمر الإنسان باستجراره الغير منطقي للطاقة وإصداره لهالملوثات لن تبقى الحياة على الأرض لأكثر من مليار عام. مليار عام بتقولوا لي الله يعطينا طولة العمر، مليار عام كتير، عمر الأرض 4000 مليون سنة، فمليار من 4000 مليون سنة كتير قليل. فإذا نحن عم نهدد حياتنا بالفعل عم نتجه كبني بشر للانقراض إذا تم الوضع على ما هو عليه. خلينا نحكي لك عن الظواهر القريبة اللي دائما مثل ما قلت لك في بقاب يمكن النيازك أو الشهب، خلينا نحكي كمان شو ممكن أنه نشهد أو تشهد الأرض حتى عالميا. برافو، شكرا لك، كتير كتير ذكرتيني لنقطة كتير مهمة. نحن بسبعة آب أيضا سيكون هناك خسوف للقمر. شكرا لك زينب. سبعة آب يوم الاثنين 25% منه بسوريا فقط ملاحظ. إذا الساعة 8:15 مساء يوم الاثنين سنشهد جزء بسيط من القمر 25%. مش هيك نحن ما نحن عملنا نشاط كتير كبير لأنه جزء بسيط من القمر. سبعة آب خلصنا القمر بدر وخسوف القمر، وهذا بيساعدنا كتير أريجو وزينب لأنه يعني أن منتصف الشهر القمري ضبط معنا. سبعة آب هو منتصف شهر ذي القعدة، هذا يعني نحن فايتين على ذي الحجة بشكل سلس وسهل، يعني صرنا نقدر نحدده بسهولة. إذن 25% فقط نسبة المشاهدة في سوريا، يعني المواطن العادي أو الإنسان العادي لن يلحظ شيء إلا إذا كان في منطقة عاتمة. بعد منه مباشرة بيجي 11 آب ليلة الهطل اللي عم ننتظرها من السنة للسنة اللي هي ناتجة عن احتكاك بقايا مذنب مع الأرض. دعوا إلى كل اللي عندهم سما جميلة يطلعوا يوم 11 آب، وعلى فكرة من اليوم ابتداء من اليوم البقايا بلشت تحتك لكن عددها قليل جدا. 11 آب هي الذروة، يعني ممكن نعد مثلا كل ثانية شهاب أو أقل يعني حسب إضاءة القمر حسب الساعة عم نرصد فيها. دعوة لحتى نتأمل السما وجماليتها لأنه هاي الليلة من العمر لا تنسى أبدا. أكيد نحن كتير نشكرك على هالمعلومات الجميلة والقيمة اللي قدمت لنا إياها اليوم عن كوكب الأرض. يمكن هالمعلومات نحن بنعرفها بشكل عام لكن تعمقت فيها وأفدت اليوم يعني صباحنا بمعلومات فلكية، وأكيد نحن ناطرين كل شيء حلو ممكن تشهده الأرض. شكرا لك يا أريج، إن شاء الله أكيد هالبقعة الزرقاء تبقى بقعة زرقاء. شكرا لك زينب. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي دايما بتعودنا أنه تحكيها بشكل علمي وسلس. شكرا لوجودك معنا. سعيد صباحك.